وهبي انت اللي تحكي. رجعنا لكم في مع وهبي، انتم اللي تحكيوا معانا على 73-278-1000 دونك على المباشر كل نهار خميس من 9 حتى لل 11 على MFM تسمعونا دونك كل نهار خميس على 105.5 والا 94.7 FM وتتفرجوا فينا نهار السبت ابتداء من 10 متاع الليل دونك على M24 تلفزيون 10727 على النايل سات اوريزونتال دونك تنجموا تفرجونا تفرجوا فينا بالصوت والصورة. كنا نسمع في زارا لارسون لاش لايف وتويكا باش ناخذوا ونستقبلوا الاتصال الموالي وبكل الحب باش نقولوا الو 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 مساء النور صافا لاباس الحمد لله. نتعرف عليك. مريم من سوسة. مريم من سوسة، تحية ليك مريم كل اللي يسمع فينا من سوسة. مريم قديش عمرك؟ 25. 25 سنة. شنو تعمل في الدنيا؟ والله في الدار. في الدار. كنت تقرأ بطلت ولا شنو؟ لا كنت نقرأ قبل لما ما عادش معناها قديمة برشا من 2012 بطلت. ومخطوبة متزوجة مرتبطة شنو؟ والله تجم تقول مخطوبة بالكلمة هكيك وبرا معناها مش مخطوبة رسمي. معناها شنو بالكلمة؟ معناتها جا ولداركم وعطاها كلمة ومازلتوا ما عملتوش في مصر؟ اي هكيك. قديش عندك مخطوبة؟ عندي 6 سنين. 6 سنين؟ اه. وست سنين بالكلمة؟ 6 سنين بالكلمة وكل عام يقول لي توا كل عام توا وشي. وشنو هي الأسباب؟ والله ما نعرفش، يمكن دارهم ما حبونيش ما نعرفش. كيفاش ما تعرفش؟ 6 سنين معناتها أكيد أنك تعرف. لا لا والله ما عنديش فكرة، يعني توا نحب نعرف، ماذا بيا نعرف عليه معناها. فهمت السبب، كل مرة يتسبب لي بحاجة. مرة يقول لي خويا في الحبس ما نجمش، خويا خرج من الحبس وشي، ما نعرفش معناها. ديما يتسبب. باهي، وشنو باش تحكي لنا اليوم؟ والله انا باش نحكي لكم اني الانسان باين عندي كنوه في الدنيا هذه، حتى دارنا معناها لازم تقول ما يحبونيش معناها، مانيش عايشه معاهم انت فهمت؟ اش معناها ما اني نكون وحدي؟ خرجت من دارك؟ خرجت من دارنا من 2011 خرجت من دار. من 2011 وتسكن وحدك ولا مع صاحبتك؟ تكون وحدي يعني، ليه وحدي. وكيفاش تعيش وانت ما تخدمش؟ هو هاني طيب يعني عايشة، هو يصرف عليا، هو ما يجي معناتها يجيب لي الماكلة ويخلص لي الكري ويمشي يروح. اش معناها يجيب لك الماكلة؟ يجيب لي، يصرف عليا، يجيب لي ماكلتي ويخلص لي الكري ويمشي كل يوم فهمت؟ كل يوم الكري يخلصوا كل يوم، ما يخلصوا مرة في الشهر. ايه معناها نقصد لك يعني فهمت، يجيني كل يوم معناها يجيب لي ماكلتي هذاك يمشي. معناها هو اللي قايم بيك؟ ما هي هيك كما انت كان هو سيدي جاني في الدنيا هيك. انت ما تخدمش؟ ما نخدمش. ايوة. وحتى دارنا حتى امي نكلمها مثلا نقول لها نجيب حليك ولا اي حاجة ما هيش قابلة، انت نقول لها مثلا مادة ما عنديش ماكلة، مادة نطلبها تعلق عليا ما تحبش تكلمني. حتى ما عنديش كونتاكت بيهم رغم اللي في نفس الحومة. والديك ما همش راضين عليك؟ والله لا مش حكاية مش راضين عليا، اني امي ما تحبنيش من قبل معناها. من قبل ما تعرف فما ام ما تحبش بنتها تو هكا مريم؟ والله شنو والله معناتها اللي تحكي فيه والله مش مصدر رسمي يعني راه. وشنو هي الاسباب معناتها؟ فما فرق راه بين ما تحبكش وبين انه هي معناتها كونترك في برشا حاجات. لا مش كونتر، ظاهره ما تحبنيش. انا كنت مسكن معاها كانت معناتها حشكت تعطي اخواتي الحاجات الباهيه في الماكله وني تحط لي الفضل وتقول لي اغسل لي الماعون باش تاكل فهمت؟ وتضربني وكنت نمشي نقرا معناها لحمي مندوب بظوافرها. هذا اللي خلاني الشيء اني نخرج من دارنا ونتعرف على الانسان هذا. وبوك؟ لا بابا يسكن وحده وامي وبابا مش مع بعضهم. بوك وامك مطلقين؟ لا مش مطلقين، متفارقين مازالوا ما طلقوش. قديش عندهم متفارقين وما طلقوش؟ والله ما عنديش فكره يعني، ما عنديش فكره بالضبط. خاطر يعني ملي تولدت معناها هما بعض على بعض. ملي تولدت انت تعرفهم كل واحد على روحه؟
نعرفهم هي كل واحد يسكن في دارهم. باهي بالك شي السبب نتاع الانفصال بين بوك وامك خلى انه امك ربما تقسى عليك شوي خاطر يا اما تعبت ولا ما تكثر عليها شيء. ليه اخواتي هاو اخواتي يبداو معناها تبدا مريقله معاهم وكيما قلت نحي نسمها تعطيهم واني ليه يعني كل شيء تقول يعطيني فلوس كل شيء. باهي دونك هذايا المشاكل اللي في داركم خليتك انك انت تخرج. خليتني اني نخرج من دارنا وانت عارف على الانسان هذايا عطيله تمرمط. قديش عمره؟ لا عمري 28 هو. ويخدم؟ يخدم يعني خدمته باهية معناتها شنو؟ لا والله مش باهية هو يخدم شوفير معناها يصور في 300,000 يصور في 300,000 في الشهر؟ يصور في 300,000 في الشهر؟ اه و 300,000 يخلص لك منهم كريك انت وماكلتك ويصرف هو؟ لا والله ما يتقالوا شيء الحق نتاع ربي معناها يعني كل يوم ناخذ 5,000 و 150 كريم معناها ما تلاقى تقد الحس. ايه معناها يحبك السيدة كل مرة نحاول والله هو يحبني اماني ما نعرفش علاه ما يحبش يكتب معناها ديما ندبر فلوس نقول له عين يكتب معناها يعني نحاشيك نمشي لديار النظر ساعات فهمت ليش ندبر فلوس. تمشي شنو؟ نقول له نمشي ننظف الديار معناها بالنهار باش ناخذ فلوس. هي. تخدم معناها انت ساعات؟ لا لا تو لا قبل كنت نمشي تو مانيش نخدم تو شدت ايه دبرته معناها مره فلوس قلت له هاي نكتب وحسيت الفازه اللي صارت لي عمري ما ننساها معناها العدوله تستنى والوراق حاضرين ومرق فيا سمعني في الاخر قال لي ما فماش لا واجب. كيفاش هذا؟ ايه مشينا وقلت له معناها نمشي للعدوله نركح الوراق وكي نطلب الكيزه حاصلو طلبت وقال لي لا واش فاتتني العدوله تسمح لي. سامحني وانت معناها شنو؟ معناتها انت وحدك رتبت هكا كتيب تصديق وحدك؟ اني وحدي اما قلت له مش شاورته معناها من غير لا علمت لا داركم لا اخواتك لا حتى شيء. لا لا ما علمتش على خاطر قلت لك ماني قلت لك مانيش متفاهمه مع امي معناها مانيش في كونتاكت بهم كنت قبل الجمله يعني. انت توا فما فرق بين مش متفاهمه معاهم وعندك مشاكل وانك في قرارات هكايا من المفروض يلزمك تعلمهم. ما هو خاطر اني دارنا ما انت حتى كي نكلمهم ما يهزوش عليا فهمت. انت ما امشي لهم. ما امشي لهم. اذا ما هزوش عليك ما امشي لهم تنقل وامشي لهم. والله ما نجمش نمشي لهم يعني خاطر انت عندي مشاكل معهم يعني يجم اخوتي يضربوني. وانت ما انت يساعدك انك انت هكا تكتب صديق على انسان وحتى حد ما في باله؟ والله ما عندي حتى حد متخمم في المستقبل ما تخممش في اللحظه هذيك باش تسلك امورك. خم خاطرني ما عندي حد في الدنيا هذه اذا كان ما عنديش امي وبابا معناها بعد علي عندي كان هو معناتها شنو نعمل؟ وهو شنو موقفه كي انت تحكي له هذا الكل معناتها كيفاش يعامل؟ والله هو يقول لي اصبر 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 وباش نعرفه هو واقف معايا بالقدا معناها. ما نعرفش حكيت لا عارف علاش معناها ما يحبش يقول لي علاش مش حاب يك باهي معناها توا اللي صار في الاخر انك انت حبيت تكتب صديق وانت حضرت كل شيء وهو ما جاش. بيتي علت انه ما لقاش لواج. بيتي علت انه ما لقاش لواج باش يجيك. معناتها برشا مرات ماهيش مره ولا اثنين معناها ماهيش العدوله الاولى هذه معناها ديما يعملي لي معناتها كل مره انت تحضر وهو ما يجيش. كل مره نحضر وهو ما يجيش. باهي شنو صار من بعد؟ ما صار حاولت عملت انتحار ضربت يدي شربت حرابش كريمة عملت برشا حاجات حبيت نقتل روحي وشي. ما انت ترى انه كي باش تقتل روحك ولا تنتحر حل معناها؟ والله هو مش حل انا لقيت روحي ما عندي حد قلت اذا الانسان اللي يعني معناها حاسبته هو عندك ربي في الوجود اكثر من انسان يبدا معاه ربي شنو يحب معناتها شنو طالبه من الدنيا؟ فما ربي في الوجود. اي ما بعرفش شنو شو يعمل. وتويكا مازلت في علاقة معاه انت؟ ايه ما هو يصرف عليا بتو. ونفس الموضوع مازال ماهوش قابل انه باش يتزوج. ايه مش قابل هو قال لي ما قاليش مش قابل اما ديما يجبد في روحي يقول لي مش تو اصبر اصبر اصبر.
باهي اصبر بالك شي سبب، هو سبب مادي زاده خاطري يشوف يقول لك انا ما نجمش ربما نحل دار ونولي مسؤول. لا مش حكايتك هكا تو معناتها هو كاري لي ستوديو يجي يكون معايا صحيح ولا كيفاش؟ مش مشكل الدار قلت لك هاو كاري لي هو ستوديو معناها اللي نسكن فيه يجي يسكن معايا. هو تو يسكن معاك ما تجي يسكن معاك ولا لا؟ هو ما يسكنش معايا معناتها ساهل يكتب ويسكن معايا صحيح ولا ايه؟ اذا هذاك يكون فما اتفاق مشترك، لكن هو السيد مازال ماهوش موافق ولا الله اعلم شنو عنده في دور في مخه. والله ماني عارف هذاك علي يعني. ما جاتكش شكوك انه بوتيتر عنده حد اخر؟ لا والله لا، يعني نطبع فيه بشوية ونعرف عليه ونعرفه ونخدم قبل كان صاحب طفلة وكلمتها معناها. بعد التعليم معناها تو معناها كونتاكت انا وياها. انا معناتها هذايا قلت له معناتها كان حاجتكش بيا خليني نبعد على روحي، قال لي حاجتي بيك ما تبعدش على روحك. معناتها هو الحد الان هو متمسك بيك. اه انا من رايي لازمك تحطه قدام الامر الواقع معناتها على الاقل. كيفيه؟ يعني ما فهمتكش كيفيه؟ تحطه قدام الامر الواقع معناتها تاخذ انت قرار تقول يا اما ناوي باش تقعد معايا ونتزوجوا وتحاول قدر الامكان انك تشوف حل مع عائلتك، لانه بصراحه ماهوش معقول انك تتزوج بدون علم داركم معناها بأي طريقة. إن شاء الله حتى هو يمشي. إيه أمي أمي حكيت لها أمي. أي. حكيت لها أمي في بالها بيا. أما مانيش متفاهمة معاها ما نتكلموش، أما حكيت لها عليه فهمت. فما فرق عاد بين حكيت لها وبين أنه يكون يلزم يكون عندك سند. حكيت لها حكي ماني أنا قلت لك قمت بعملية انتحار برشا مرات، أمي كانت تجي للسبيطار فهمت، وقفت معايا في السبيطار. أما ماهوش مباهين معايا فهمت. وبوك ما عندكش بيه اتصال؟ لا بابا ما عنديش بيه اتصال جملة. ولكن السيد من المفروض هو إذا باش يكون مسؤول عليك يزمه هو يعمل خطوات اللي هو ماهوش قابل باش يعملها، دونك فما إنا في الموضوع. لازم يكون دارهم زادا كيما قلت أنت، دارهم ماهمش قابلين، دونك هو ما يحبش يغضبهم وإلا يلوي الأعصاب في يده. وين ستروف انه حاجه لوجيك بيان سو، ماهوش حاجه عيب ولا حاجه ما تجيش. هو يولي يقول لك انا انسان انا كيفاش كارو يقول لي معناها اللي هو ما يجمش يا اخوني صحيح ولا مش خليني هكا مربوطه بيه. هو من المفروض هو يقول لك، لكن اذا يشوفك انت شاده فيه صحيح ومكبشه فيه كما يقولوه يولي هو يتمادى. اذا انت تاخذ قرار وتبعد عليه، إذا تاخذ قرار أنت وتبعد عليه فما حاجتين، يا إما باش تصير له كالرجا أنه وقتها باش ياخذ قرار ويوافق ومعناها يتزوج، ولا وقتها باش يظهر بالكاسف أنه ما يهموش فيك وباش يمشي على روحه. مي أوموا تاخذ في الحكاية خاطر تولي خاطر هي تويك مريم، وبلوسكو تزيد انت هكا وبلوسكو العوام تمشي وبلوسكو انت تزيد تكبر وبلوسكو مستقبلك يزيد معناها يتشتت اكثر، دونك مهم انك تاخذ قرار. القرار حتى ولو باش يكون صعيب على نفسيتك، القرار حتى ولو باش يكون صعيب على نفسيتك مريم، لكن لازم يتخذ معناتها اليوم غدوه في يوم ما لازمك تاخذ قرار، مش بتقعد انت متماديه في العيشه هكايا. اي حاميني مربوطه ما عنديش معناها لا منين ناكل منين نشرب حتى خدمه. فوالا دونك انت قاعده معاه توا على الاقل تقول باش نسلك اموري هاكا يصرف علي. اي لازمك تخرج تخدم، شنو المشكله؟ ولا راني نلوج اي متى دي كل قاعده نخرج نلوج ان شاء الله ربي يسهل. ان شاء الله ربي يسهل لك بيان سور. يا صوفيا راك انت تنحي الاحباط اللي موجود في داخلك وتعزم انك باش تعمل على روحك وتقرر انك باش تقف على ساقيك، وانه حتى هو اذا ما مشاتش الامور معاه ماهوش اخر ولا اول انسان في الدنيا. راهو اكيد جدا راهو وش يقول لك، انت عليك الحركه وربي عليه البركه. لكن اذا انت تقعد مستسهله الموضوع وقاعده خاطر هو يصرف عليا وكاريلي وما تعرفش اسكو باش ياخذك مش باش ياخذك، وحكايه فارغه كيما عمليات الانتحار اللي هي ما عندها ما تزيدك وما تضيف لك بل بالعكس، معناتها باش ترتكب حاجات من الكبائر بتاع المحرمات.
رحم الله والدي هذيك هي ضاقت بي الدنيا وما لقيت حد. لا لا ضاقت بك الدنيا، تنجم تقرا قران، تنجم تمشي تعمل سبور، تمشي تجري، تمشي تتفرهد، تدور، تعمل اي حكايه، ما توصلش لحاجات هكا. لازمك تبدا عندك على الاقل اون اوكيباسيون، فهمت؟ اما قلت لك مش سهله على العبد يعني 6 سنين ايش شويه يعني. ما 6 سنين انت سبب فيهم، لانه لو كنت من الاول انت وضعت حد لهذايا راه ما دامتش الحكايه 6 سنين. لكن توا على الاقل كي فقت كنت على نيتي يعني هذاك عليه باهي، ولكن توا سوني با ترو تار، تنجم تاخذ قرارك والقرار ينجم يكون معناتها في صالحك، ينجم انت تاخذ قرار من نوع هذايا تكبسو، يقول لك باهي توا تزوجوا ومعك ربحت حاجه معناتها. لكن انا ديما ناكد لك بصراحه هذه حاجة أنا ما نجمش ما نقولها لكش، أنه لازم عائلتك سورتو أمك وإلا أبوك، حتى إذا ما عندكش اتصال تلوج عليه، تلقاه، تمشيله، خليهم على علم وخليهم على الأقل مقتنعين بالفكر، لأنه رضاية الوالدين نراه عندها دور كبير 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 في الريوسيت حتى في الكوب نتاعها. هي حما مدام هما ما حشتهمش بيا يعني شنو باش نعمل؟ ليه هما فما والدين يبداو قاسين راهو على صغارهم زيادة عن اللزوم، لكن في وقت ما لازم يضعفوا راهو، نأكد لك. اوكي مريم؟ صحيح يعني كتصير لي حاجة أمي ديما تقصى معايا تجيني. فوالا تي فوا لا بروف. أنا كي نبدا حاسة بها من القريب. كيفاش انت قلت كي تصير لك مشكله تقف معاك وقت تحب معناتها مو تقف معاك في المواقف الصعبه. شكرا لك مريم. عايش ان شاء الله نسمع عليك الاخبار الطيبه وتكلمنا بروشانو، تقول لنا انه معناها خديت قرارك وشنو هي النتيجه نتاع اتخاذ قرارك هذا. اكيد نكلمكم. شكرا لك. عايش على خليك ديما في الاستماع وتتفرج فينا ان شاء الله بعد غدوه دونك نهار السبت بدايه من 10 نتاع الليل على ام 24. باش نرجعوا للموزيكا باش نسمعوا اغنيه من صوت حلو، صوت تونسي يعمل في حاجات حلوه، في اغاني شبابه، من قلبي معذب، من يسلم لي جمالك، من برشا اغنيات. لكن تويكا باش نسمعوا جديده، هو يقول انا مريض ايمن لسيخ، نقول له لطف عليك. على كل حال ان شاء الله الاغنيه برك معناها ما تعكسش على نفسيتك الخاصه. انا مريض ايمن لسيخ جديده على ام اف ام وعلى ام 24، ونرجع نكمل معكم هذا المشوار في مع وهبي انت اللي تحكي.